السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقتي، مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. كما وعدناكم في الانستغرام في الفيديو اللي غادي يكون جاي، غادي يكون خاص بمعلومات عن التطعيم اليدوي أو التأكل اليدوي. فالآن غادي نقدم لكم إن شاء الله فيديو في هذا المحتوى هذا، يعني في طريقة التأكل اليدوي الصحيحة. عندي باتي كيفاش غادي نطعم، وإذا كان عندي طريقة باش نطعم، وإذا كانت عندي واش بلا عادية ولا ضروري من بلا بروفيسيوني. هادشي كامل إن شاء الله غادي نعرفو في هاد الفيديو هذا. وما تنساوش الدعم المقطع بلايك، شي كومنتير زوين اللي أول مرة تشوف هاد الفيديو، ماشي مشكل إذا دار واحد أبوني، فعل الجرس ودار واحد جيم، خليني يشارك كومنتير زوين. وهادشي اللي كاين الإخوان، راه تحياتي لكم، تنوجه لكم واحد التحية خالصة وعشا مباركة إن شاء الله باش ما تمنيتو، وعيدكم مبارك مسبقا. من بعد ما غادي نهضرو على التعاليق اللي كانوا في الفيديو اللي قبل، غادي نبداو في الموضوع ديالنا. وبين ما وجدتني الباتي باش تشوفوا الطريقة باش تنوكل، والأخطاء اللي تيديرو بعض الأصدقاء اللي هما سولوني على الطريقة الصحيحة والأكل الصحيح وكيفاش أنني ندرسي. هادشي اللي كان الإخوان، ومن بعد ما الفصل ما بعد الانترو نتلاقاو الاخوة. عبدي محمد، الله يبارك اخويا، تبارك الله عليك. اذا بغيتي تهضر بنادم ما دير والو، كاينه اخويا تبارك الله عليك. خويا يوسف من الولايات القيمه مفيده جدا، ويوفق الجميع، الله يوفق الجميع، اللهم امين. هذه غارسيا، غارسيا مونامي، ما عرفتش اش قال تما. جليل عبير عباري، ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة، أحلى بصمة، تحياتي لك محب الحمام، بارك الله عليك خويا، مسيرة حافلة بالعطاء في هذا المجال، بارك الله فيك على هذه المعلومات، هذا واجب أختها، بارك الله فيك. عبد الرحمن فلوق قالك بون كوراج، ميرسي بوكو مو فخير. مروان كل ما شاء الله تبارك الله، الله يطول عمرك ويسقيك راحة البال، الله يحفظك خويا العزيز. عماد تراعي، بالتوفيق للجميع صديقي، صديقي عماد، أكتفي بهذا القدر. شنو وجدنا لكم باش نباتي باش نطعمو بوبيز، هو راه هادشي تحليت هذا هو جاي عندي، وفيه الجو، خليتو فيه الجو باش ندير لكم فيديو إن شاء الله. هادشي اللي كاين الإخوان، اللي عندو باتي بروفيسيونيل غادي يتابع معايا هاد الفيديو هذا حتى الآخر. ما شاء الله راه كاين شي حاجه في المستوى. بس باش ما تنحيوش في الصداع، ممكن انك تدريسي تخرج بيه، وممكن اي حاجه دير هادي تخرج بيه، دير فريك لاين الطياره الاخر، هذا ما الطياره الاخر ولا شي، ما عندوش شي كود، أي دريسة وتأكيد طريقة التأكيد. وهنا كاين جوج نقط التأكيد، إلا بغيتي تدريسي كاين جوج نقط، وهاد جوج نقط غنهضر عليهم في الفيديو. ما عرفتش تسمعني من الصدى ديال هاد البوبيز هادو ولا لا. المهم أنا كنخدم برا نورمال عادية، ماشي برا بروفيسيونيل، هانتوما الإخوان عارف. دابا الحال سخون، دابا الباتي جاري شوية، ما يكونش خاطر الباتي هذا، راه أي واحد إن شاء الله يجبو هاد المحتوى هذا، راه واخا التفاعل قليل أنا ما يهمنيش، أنا بغيت نقدم المعلومة اللي كيسولو عليها الناس بزاف، كيسولوني بزاف الناس، كاين اللي ما كليه ندوا، وكاين اللي ما كليه دكا، وما كاينش اللي طعمو قداش يكون باش نحلو. الطريقة الأولى تشد الدر هكا، تتشعل شوية، من بعد تطيرو وتقولي بوبيز بوبيز بوبيز، هاك تزعتلي بسميتو بوبيز زيد بوبيز زيد هاك بوبيز. من بعد هاد الطريقة هادي، هادي باش تدريسي. أما إلا تتوكل تيشبع أو تضعيف عليه، راه ماشي دريسة جدا، تعطي تاني شوية. دابا هذا راه تندير فيه فريك لاين، تنخرجو البغا وتنطلقو،
سير. هو مشى الإخوان الخراج، مشى خرج لبرا. المهم هي الطريقة اللي قلت لكم الإخوان، هي الطريقة الأولى. كاين هذاك التي ديال السيروم اللي تكون في السبيطارات، ملي تتخشي حتى لهنا زعما مريض فين قلتو وتكون هنا. لكن كاين الطريقة اللي تندير أنايا، ممكن بلا بروفيسيونيل تدخل حتى لحن قلتو راه تتعمر عليه وتتمشي بحالك. ولكن هذه الطريقة غادي نقول لكم، وكاين هذه الطريقة اللي تنستعمل، وكل وحدة على وحدة غادي نقول لكم الأضرار ديالها ولا و يعني السلبية ديالها والإيجابية ديالها. بوميز هاك، بوميز بوميز هاك، بوميز هاك، زيد بوميز. ها هو رجع باش تعرفوا الدور ديال ملي تتعمر لها تحكم قلتو بحال هكا بهذيك بروفيسيونيل. السلبية ديالها نبداو بالسلبية، السلبية ديالها أن الطير ما تيحملكش، غير ملي تيعتمد على راسو صافي تيستغنى عليك. علاش؟ حيت نتا هادي ما تيحسش بالمذاق ديال هاد الحشة اللي تتعطيه، ما تيتحطش ليه فوق لسانو ديريكت للتحنكيله ديالو، الحويصله ديالو. اما الطريقه ومن الفوائد ديالها، من الايجابيات ديالها، من الايجابيات ديالها تتنقص لك الوقت وتتنقص لك التعب. يعني تقابل الطير كيبغي ياكل ولا ما كيبغيش ياكل، هذاك هو الميزه الوحيده اللي فيها. اما بالنسبه لهذه الطريقه هذه ممكن انك تدرسيه به ويتخرج بلا برا وتبقى تعيط ليه ويجي عندك بحال دابا خرج لبرا لبلاصتو عيط ليه وهو يجي. وفي البلاصه بناء على ان هذه البلاصه هي هذا البيت، هذه هي بيت نعاس ديالي راه كنعتنس فيها وكنخليها لما تلقفز كي تيفيق تيجي حدايا ومازال راه ما مفتومش. وتنعيط ليه تندير به فريف لاين في برا وتنوعدكم الى مشى هذا الفيديو تضرب واحد النسبه ديال المشاهدات راه غادي ندير ليكم فيديو على الطيران الحر ديال بوبيز. هما انتم الاخوان راكم تعمروا وتديروا معاك شي فون. الاضرار ديال هادي هو ان الطير تيتوسخ، الميزه ديالها الايجابيه كامله ايجابيه حيت الطير تعيط له وتيجي ومتيخافش منك، تيشبع دغيا تاكل شويه ويزكى. هادشي اللي كان الاخوان في هذا الفيديو. هذا دابا غادي نهضروا على اللي ما عندوش باتي بروفيسيونيل اش غادي دير. غادي نحط لكم واحد الرابط ديال ربما رابط ولا غادي ندير هذيك العلامه غادي يكون غادي يبان لكم هنا ولا ما عرفت هنا. المهم ديال الفيديو ديال واحد الباتي كنت قديتو شحال هادي ديال الكنار كان مفرخ عندي، هادشي اللي كان باش نعاون بين نتوما. من بعد غادي تفرج في هذاك الباتي، في هذاك الباتي اللي قديت. اذا كنت جيتي من هذا الفيديو خلي لي شي تعليق تما وقول لي راه جيت من هذاك الفيديو ديال بوبيز. المهم الاخوان اش غادي دير؟ غادي تقاد الباتي بحال هذاك وغادي تغربلو بالغربال ديال الدقيق الرقيق كاع، هذاك الرقيق كاع غادي تغربلو به مزيان وبغيتي تحطو. وديك الساعه تدير شويه زيت العود وشويه غير قطيره ديال زيت العود ودير ليه ماء دافي وتطعم به. هادشي اللي كاين غير باش يخرج لك من هادي تغربلو باش يخرج لك من هادي. وهادشي اللي كان الاخوان في هذا الفيديو هذا. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وغادي نشارك معكم بعض المقاطع ان شاء الله ديال هذا الفيديو هذا. قبل ما ننسى الاخوان كان وقع لي واحد واحد البروبليم في الانستغرام، واحد البروبليم في الانستغرام كنت يلا درت واحد الريل مع بوبيز نيت درت واحد الريل هكا. المهم وقع لي واحد البلان هذاك الانستغرام مشى ليا، هذاك اللي كان عندي مشى ليا، يعني الناس اللي كانوا عندي تتفرجوا عندي تتبعوا الجديد ديالي من الانستغرام يعني مشاو. هذاك ما بقاش عندي معاهم تواصل حتى الفيسبوك ما تنلوحش فيه بزاف، حيت اي حاجه تنبارطاجيها انا في ستوريات في انستغرام ولا ريل في انستغرام وتنهضر فيها وتنقول لها مكان مكان. هادشي اللي كان الاخوان. دابا غادي نحط لكم هنا في هاد الجهه هادي غادي نحط لكم السميه ديال الانستغرام ديالي الجديد ونحط لكم البروفيل ديالو وكلشي ديالو. المهم هادشي اللي كان الاخوان ونتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بالدعم ديالكم، راه الدعم ديالكم هو واحد الحاجه اللي تخلينا نستمروا. واخا يكون هي 10 اللي تفرجوا فيك، هي 10 يكونوا ديما متبعين مزيانه ليا انايا، حيت يعني كاينين الناس مهتمين بهذا الشيء اللي تنقدم. هذا الشيء كان الاخوان، واللي ما تيتفرجش راه حر، انا ما غاديش نرغم اي واحد على هذا الشيء. حيت كاين الناس تيسولوني هذا الشيء كاين الاخوان اللي يلاه دخلوا القناه مرحبا بكم وما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم اللي هما تعرفوهم تيطبوا الطيور وعزيز عليهم هذا الدومين هذا وبغاو يتولعوا به. ولا ان شاء الله غادي نحط لكم شي اثمنه ديال هذا الخير هذا اللي تيكون مدرسي وباش ما ينصب عليكم حتى واحد. وهادشي كان يا اخوان اياكم والنصب، اي راه بنادم راه باين يصب عليك باين يصب عليك.
اذا بيبيع بيزين لك سلعه، اذا بغى يشري تيخيبها لك. هادشي اللي كاين الاخوان وتحياتي، ديما دير ارض البال ودير راسك انت اللي بغيتي تبيع. هادشي اللي كاين، واخا انت بغيتي تشري دير انت اللي بغيتي تبيع. هادشي اللي كاين الاخوان وتحياتي لكم، نبيس لكم بارطاجيو البارطاج الاخوان، بارطاج نعود عليكم. انا اخوكم مريض، واخا بين في وجهي راه عيان شويه. المهم تحياتي الاخوان وشكرا لكم، بيس لكم.